تتخبط فيه، تخبط في آذانك، كلما ارتجع إلى ذاكرتك تخاف وترتعد وتنكسر بقية عمرك لله سبحانه وتعالى. ورب طاعة تورثك استكبار. لذلك إياك ومدح أحد في وجهه، لأن المدح في الوجه ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. تبقى قاعد وسط جماعة، يأتيك شاب أو رجل يقول: أنتم وأنتم وأنتم، والجالسون يسمعون ويشرئبون لذلك ويفرحون بهذا النعت. فلعل هذه، لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم مثلا، فيفرحون بهذا المديح فيورثهم استكبارا ويورثهم حب ثناء الناس، فقدح في التوحيد عندهم. انتبه انتبه، هذا ما حدث تماما معي ومع الشيخ ابراهيم والشيخ اسماعيل في الحفل الاخير. جاء رجل فجالسنا وقال: انا على الطاوله التي ليس مثلها في هذا المكان. قلت له: قم عنا، ماذا تريد؟ قال: انتم وانتم. قلت: ماذا تريد؟ تريد كسر اظهرنا؟ اياك وان ترجع الى مثل ذلك. هذا يعين، هذا يتسبب في ان يستغل الشيطان هذه اللحظات. إياك أن أسمع منك ذلك. فطبعا غادرنا مغضبا، فليغضب فليغضب، لكن كان لابد أن يتعلم أن هذا لا ينبغي أن يكون. هو أراد أن يفرح أو أن يعني يطربنا بهذا الذي قد يكون ليس فيه نعم مطلق. نعم عندنا شيء من العلم، هل نسينا أنه فوق كل ذي علم عليم؟ هل نسينا ذلك؟ كم من المسائل لا أعرفها، مئات المسائل لا أعرفها، ولابد أن أرجع لأهل العلم، وأجد أن أهل العلم نفسهم يستشهدون بآراء أهل العلم الآخرين. فوق كل ذي علم عليم، فإياك أن تتصور أنك بلغت المبتلى، واحذر من هذا الأمر. فقد يسوق المعصية العبد إلى الانكسار، وتسوق الطاعة العبد إلى الاستكبار. فأي الأمرين تحب؟ طبعا لا أحد يحب أن يقع في المعصية، وكل الناس تحب أن يكون يحب أن يكون على يحبون أن يكونون على الطاعة، ولكن احذر الشيطان فإنه يدخل إليك من باب الطاعة. واعلم أن ما من ذنب ترتكبه في بيت أحد من الناس أو في عرض أحد من الناس إلا ضربت بمثله في بيتك. هناك طرفة سقطها قبل هذا مرة، يعني من قرابة سنة، أن كان هناك رجل يبيع مال البيوت في الزمن الغابر يسمونه السقة. فكان السقة يأتي يطرق باب فيضع القربة أمام الباب ويتنحى، فتفتح الباب المرة وتمد يدها وتسحب القربة إلى الداخل فتفرغ الماء، ثم ترد له قربته ومعلومه يعني الأجرة. فلما عاد زوجها يوما من السوق وكان تاجرا، قال يلقي عليها السلام ويكلمها، قالت: والله لا أكلمك حتى تقول لي ماذا صنعت اليوم في السوق. قال: ماذا صنعت؟ مثل كل يوم. قالت: لا، أنت صنعت اليوم أمر لم تصنعه من قبل. قال لها: لما هذا؟ فلا زالت به حتى قال لها: جاءتني امرأة تشتري مني كذا وكذا،
فمدت يدها إلي بالمال فأمسكت يدها. قالت دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. قال لها وكيف كان ذلك؟ قالت كان يتنحى عن الباب فأمد يدي فأخذ القربة. فلما فعلت أنت فعلتك التي فعلت وكان الله بها عليم، رمى في قلب هذا الساقي لما مددت يدي له بالقربة فأمسك يدي. قالت يعني لو أزلت أنت عن ذلك، لو جذبها مثلا المرأة في السوق ليقبلها أو يعانقها لجذب الساقي امرأته ليحاول أن يقبلها أو يعانقها. احذر. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل يقول وعفوا تعف نسائكم. أنا لن أخفي عنكم سرا في حياتي الشخصية، كنت سنة 78 لما جئت إلى أمريكا وجاءتني امرأتي الأولى رحمة الله عليها سنة 79، فأردت أن أسعدها فاشتريت لها كل ما تشتهي من الثياب. طبعا ثياب مكشوفة كلها، ما كنت أعرف بالدين شيء، كنت يعني أجهل من الدواب، ما كنت أعرف شيء، وكان عندي من العمر 27 سنة. هذه اللي جاءتني وأنا لا أعرف شيئا، لما بدأنا نتعلم في الدين وجدت أني أسبقها وهي لا تستجيب، وتركنا أمريكا ونزلنا بقينا في مصر، وفررت بولدي كان عمره سنة، قلت لا أبقى هنا أضيعه، محمد ولدي لم يره كثير منكم، هو عنده الآن 33 سنة، فقلت لا أبقيه ها هنا، ففررت به وبأمه. هي كانت طائعة جدا لي مخلصة، ولكنها لا تستجيب لتعاليم الدين بنفس القفزات التي بدأت أستجيب أنا بها. فعرضت الأمر على شيخ من مشايخي، أسأل الله يرحمه رحمه واسعة، قلت له يا شيخ اكتب علي، أنا أحاول أن أتقرب إلى الله بالدين وامرأتي لا تطيعني. فقال كلمة لا أنسى، قال يا كمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل كما قلت لكم وعفوا تعف النساء. قلت له لا أفهم. قال يعني إن كنت ممن يحب أن ينظر على جمال النساء في الطرقات عاهد الله أن تمسك عن ذلك، فستجد امرأتك تتأذى من اللبس القصير من نفسها، لأن هذا يعني يكون، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبينك وبين زوجك مودة ورحمة، فالله يريد أن تستمر هذه المودة، فوالله الذي لا إله إلا هو. يعني ظللت أغالب نفسي قرابة الشهر لن أنظر لهذه الفتاة ولن أنظر لهذه الفتاة ولن أنظر، حتى تملكت من قلبي فأمنعه فيمنع بصري، الحمد لله والفضل والمنة لله. فإذا بامرأتي بعد قرابة شهر تقول لقد سئمت الثياب القصيرة أريد ثيابا طوال، فوجدتني يعني قد دمعت. قالت خلاص ما أريد ما كان معك أمان. قلت لها المال يا ليت الأمر أمرنا، أنا ما تصورت أن يكون الأمر منك هكذا، وأنا من شدة فرحي يعني خرج مني الدمع من الفرح، أنا فرحت أن مقولة الشيخ قد ظهرت عني، عفوا تعف نساءكم. فأقول لكل رجل لا يزال في قلبه ضعف
عف امرأتك والله أكبر، ابدأ أنت مع الله، وإن كان بينك وبين زوجتك مودة في كل شيء إلا في باب الدين عف أنت مع الله، ارجع أنت للقرآن، استغفر أنت الله وادع لها، سترى أثر ذلك إن كنت مخلصا. أما إن كنت عابثا فلا ترى أثر في ذلك، فلا تلومن إلا قلبك، لأنه أنا لا أزكي قلبي، ولكن أنا ما أكلمكم في أمر إلا مررت به، وأنا لا أريد لأحد أن يمر بما مررت به. ألا مد الله في عمري؟ كان عمري 27 سنة، مد الله عمري بعد ذلك أكثر من 33 سنة. هل تملك أن يمد الله في عمرك؟ إذن عجل. أنا مد الله في عمري حتى أذكر الناس بسوآتي، بعض سوآتي وكيف أخرجني الله منها. فإياك أن تقول أصبر لعل الله يأتيني بلحظة مثل التي أتيك بها، أتاك بها. من يضمن لك طول البقاء؟ لو مت أنا في هذا العمر لكنت من الناس. استمع، أقبل على الله، أقبل على رسول الله. والله ليس في الدنيا حبا يعدل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حبك في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أطعت الرسول لأطعت الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلا. إلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وأهل بيته، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.